بس افرق افرق معي درب وانت ناظريك. اي والله كانت اجيب الشمال هنيه ولا اشيل الرعي هذا اللي اوديها الشمال. ما عليكم الشمال شبع الحاشي وتتربعون البرد المربعانيه زلت تتربعون اصبر اصبر تتربعون انت بتاخذ قتل ان شاء الله والله اللي تاكل انت اشبع هو هو اللي كله هو هو بلا ما شاء الله انت ابو عساف خلاص علي ما اقرب والله والله اني ما كتبت ابو عساف الله من الكمول العزبه في الرحله معاكم يا شباب عساكم مستانسين الرحله الطيبه يا ابو عبد الله وانت ما طيب الله يا سيدي دفوه وربيع وعلوم الغانمه وبط السياره بط يا بدر بط طيب باخذ من وقتكم واسالكم عن موضوع بما اني يعني كلكم عندكم ابناء الله يحفظهم يصلحهم لكم وان شاء الله تحسنون تربيتهم ويوفقكم الله فيهم. هالحين كل واحد منكم هل يفضل ولد عن ولد ولد عن بنت يفرق بين عياله يحب هذا اكثر يزود له؟ شوف تجاوب ولا جاوب بس لا عندي انا بالنسبه لي يا ابو عبد الله كلهم عندي سوا ومحبتهم سوا ما ادري عشانهم في العمر متقاربين ما ادري وش المشكله مع اني اشوف في الارض الواقع ابوان وارباب اسر ويفضلون عيالهم على بعض يعني واحد مقربه واحد مبعده واحد يحبه ويكاسر له واحد لا هذا شفناها بس انا حصلت علي شخصيا لا انسان بعدين والله ما ادري ايش يحدث بعد ذلك امر كلام هذا ابو عساف انا اقول لك في المحبه إيه؟ او في العطاء في كل شيء في المحبه حتى في القلب انحبت لا في المحبه والله ان فيه واحد مصطفى في القلب مثل يوم ابراهيم اصطفى يوسف مثل يوم يعقوب اصطفى يوسف عفوا حبه على 11 ولد من عياله تمام لكن في العطاء لا اللي في القلب ما نقدر نحكمه لكن اللي في اليد مجبرين ان نحكمه العطايا نعطيهم قد بعض الهبات نهبهم قد بعض واذا بغينا نفضل شخص على حاجته ومقتضى حاجته والله نستاذن من الثاني ان فلان حاجته تقتضي كذا ونبى نعطيه ويا دنون الحمد لله صخرهم الله لنا. طيب يمكن تسجل نفسك وانت تحب زيادة وتعطي ما تدري ما تحس يعني يا طلبك اللي تحبه وتفضله تعطيه وانت ما حسيت تزود الغلة ايه تزود الغلة صحيح والله احيانا يصير لكن الله انه يغفر له ويرحمه لكن فالاكثر انا احرص ان اذا ميزت استاذن من الثاني الله يخلف عليك ويصلح لك ما اعطى ابو بنت الديره بيم ظالم من والله والله يحرب كل المزين والشين واللي تبى انا ماني ظالم يا ابو عبد الله ما كلهم عيالي عيننا براس احبتهم كلهم واحده ولكن اللي احن عليها اكثر واللي اوي لها اكثر من غير قصورهم في الثانيين اوي لهم كلهم من دقه الشوكه الولد عندي شمان ما ادري عشان وحيد بين البنات احن اكثر منهن شيء خلقها الله فيه ولا بفرق بعضهم عن بعض لا بس محبه موده لا الولد والله محبتك كلها قلبك لب الله الله يصلح والله ماني انا اعلم بالصحيح يعني هذا شيء اني اخويا ولا ما كلهم سواسي عندي ولا كل تقريب ومحنيه شمان انا افضل يعني اللي في الخاطر عاد ما اقدر تمني اكذب عليك واقعد اتصنع واقول لا انا طيب من باب التذكير لكم جميعا وانا واحد منكم قول من يشوف انت ما عندك غير واحد ما عندك تظل بس انا ان شاء الله يعني مقبل على خير ان شاء الله لكن عاد اقول لي ولكم وللجميع حب وعدل وصلح لكن حاول انك تساوي بين عيالك حتى السيء منهم حاول انك تجبر بخاطره لو بالكلام يا بدر بعضهم يدبل تب ورعك ما تقدر تقول يا دبل تبدي ظناك ما تقدر تقول يا دبل تبدي لكن بعضهم يقسي قلبك بعض الاولاد بعض الذريه هم حقا يا ابن الحلال انا ما المس من الشيء ما المس من المبريه فغصب اني الوبو افضل واحد على واحد وش اسوي انا صحيح اتصدق عاد هذا اللي يخليه يقسي قلبك
انه يمكن انها خير لك، لان من بعضهم فتنه، ومن اولاد اموالكم واولادكم فتنه لكم. والله انا صادق. ومن اموالكم واولادكم عدو لكم. عدو لكم. إيه. وفيه ايه برضه تتكلم عن الفتنه. ايه يفتنك. علشان كذا الله لا يفتننا الا على العموم. هي. تشوف اللي تكربه هذا والدهده والدلعه يفسد.